السلام عليكم. فيديو اليوم عن كيفية تشغيل لعبة جينيرالز على هواتف الأندرويد. رح نشرح خطوة بخطوة إن شاء الله، ونشرح كيف تقدروا تشغلوا اللعبة بأفضل إعدادات ممكنة بدون تقطيع، ونشرح كيف نجيب التعريفات المناسبة للمعالج. بالنسبة إلي قدرت تشغلها متوسط 20-30 فريم، مع العلم أن معالجي ضعيف نسبيا وغير متوافق مع المحاكيات. وبعد الانتهاء من تثبيت التطبيق نفتح المحاكي، ورح يطلب منا نختار ملف الـ OBB. نضغط على Select، رح تفتح معنا واجهة مستكشف الملفات، ونختار ملف الـ OBB. جميع الروابط موجودة أسفل الفيديو. وبعد فتح المحاكي نضغط على القائمة الموجودة بالزاوية، رح تفتح معنا واجهة جديدة. نضغط على أيقونة التحميل، نعمل تثبيت لأول خيار معنا. بعد انتهاء التثبيت نرجع على قائمة مانج كونتينر، ونضغط على أيقونة الإضافة لنضيف محاكي. وبعدها ندخل على إعدادات المحاكي ونحط دقة الشاشة، ويفضل نحط دقة قليلة مشان يشتغل المحاكي بأعلى كفاءة. وبعدها ندخل على الديسكتوب ونتبع الخطوات التالية لنشغل المحاكي. رح يطلع لنا خيار تثبيت أول تشغيل المحاكي، نضغط على Cancel. رح يفتح معنا المحاكي على الشكل التالي، ورح نلاحظ إنه رح تفتح معنا قائمة كوماند مثل ما واضح، هي خاصة بتثبيت تعريفات المحاكي. نتركها ونروح على مثبت جنرال. لحتى نفوت على مثبت جنرال ندخل على القرص F، بنلاقي جميع الملفات الخاصة بمجلد داونلود تبع الأندرويد موجودة بهالقرص. وبعدها بندخل ومنثبت اللعبة. إذا حاولنا نفتحها للعبة رح نلاقي رسالة خطأ. نتركها للعبة وننتقل على تثبيت التعريفات. بنحمل ملف التعريفات ونخليه بمجلد داونلود. نعمل فك ضغط لأول ملف تعريف ونتبع الخطوات. بعد الانتهاء بنرجع بنعمل فك ضغط لملف التعريف الثاني ونتبع الخطوات. وبعد الانتهاء نتأكد من تثبيت التعريفات بشكل صحيح عن طريق اتباع الخطوات التالية. طبعا فائدة هاي التعريفات هي تحسين أداء المعالج والرسوميات الخاص بالجهاز. في كتير إصدارات متنوعة، وكل إصدار احتمال يكون متوافق مع معالج رسوميات من نوع معين بشكل أكبر من معالج رسوميات آخر. طبعا رح أحط معلومات لعدة معالجات رسومية وشو أكثر الإصدارات المتوافقة معها بأسفل الفيديو. وطبعا يفضل معالجات رسومية لتشغيل كافة الألعاب من أدرينو 640 حتى أحدث إصدار. وأحدث المعالجات صارت قادرة تشغل GTA 5 على محاكيات الأندرويد، أما المعالجات الأضعف رح يشغل معظم الألعاب على فريمات متوسطة. ورح أحط بأسفل الفيديو رابط تحميل الملفات المستخدمة بالشرح، ورابط موقع التعريفات إذا حابب تختار الإصدار يلي بيناسبك. وهلأ بننتقل على آخر تعريف، رابط التحميل موجود أسفل الفيديو. حاول تختار دائما أحدث نسخة. بس التحميل لازم يكون عندك حساب على جيت هاب، أو فيك تحمل الإصدار الموجود بالفيديو بشكل مباشر. بنحط الملف المضغوط بمجلد داونلود ونتبع الخطوات التالية.
بالإضافة لهذا التعريف الاختياري بس بالصحفة، نعمل فك ضغط ونرجع على المحاكي لنعمل له تثبيت. بعد الانتهاء رح تنضبط اعدادات التحكم، نضغط بالثلاث اصابع على الشاشة رح تفتح معنا خيارات ومنتبع الخطوات. وطبعا رح اعمل حاليا اعدادات تحكم للعبة جنرالز، فيك تتخطى من الفيديو حوالي الدقيقة اذا بتعرف تساوي اعدادات التحكم، وينصح بمتابعة الفيديو حتى النهاية لانه لسه فيه بالفيديو معلومات جدا مهمة. وهلا صار وقت نختبر اللعبة. أول شيء بدنا نضبط أبعاد اللعبة حتى تتناسق مع أبعاد الشاشة. ندخل على مستكشف الملفات، وبعدها Document، وبعدها مجلد Zero Hour، وبعدها بنفتح ملف Option. ونغير الدقة على نفس دقة المحاكي اللي اخترناها بأول الفيديو. وطبعا لحتى نفتح الكيبورد نضغط بالإصبعين على الشاشة بنفس الوقت. بعد الانتهاء نفتح التطبيق ونتبع الخطوات التالية حتى نفتح المحاكي بأفضل إمكانيات. وطبعا بحال ما اشتغلت اللعبة حاول تجرب تعيد الخطوات من أول وجديد، وانتبه من تثبيت تعريفات غير متوافقة مع المحاكي أو تثبيت تعريفات غير متوافقة مع المعالج الرسومي. وفيك تحذف التعريفات أو ترجع تعدلها من دون أي مشاكل مثل ما موضح بالصورة. وهيك بتكون اشتغلت اللعبة معنا. الطريقة بتشتغل على جميع المحاكيات، وإذا ما لقيت خيارات لتثبيت التعريفات فلازم تنزل برنامج Agile Prefix، نسخة المحاكي المستخدمة في الفيديو تحوي على هذا البرنامج مدمج. وإذا حابب تنزله عن المحاكي تبعك فالرابط موجود أسفل الفيديو. وطبعا إذا حسيت بتقطيع أثناء تشغيل اللعبة فخفض إعدادات الجرافيك من خيارات Option. وفي حال كان عندك أي سؤال أو استفسار اترك بالتعليقات، وإن شاء الله رح نرد عليك بأقرب وقت. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، والسلام عليكم.